الأصحاح الحادي والعشرون. وتطلع يسوع فرأى الأغنياء يلقون تبرعاتهم في صندوق الهيكل، ورأى أيضا أرملة مسكينة تلقي فيه درهمين، فقال: الحق أقول لكم، هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر مما ألقاه الآخرون كلهم، فهم ألقوا في الصندوق من الفائض عن حاجاتهم، وأما هي فمن حاجتها ألقت كل ما تملك لمعيشتها. وتحدث بعضهم كيف أن الهيكل مزين بالحجارة البديعة وتحف النذور، فقال يسوع: ستجيء أيام لن يترك فيها مما تشاهدونه حجر على حجر، بل يهدم كله. فسألوه: متى يحدث هذا يا معلم؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟ فأجاب: انتبهوا لئلا يضللكم أحد، سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون أنا هو، وحان الوقت، فلا تتبعوهم. وإذا سمعتم بأخبار الحروب والثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لابد أن يحدث في أول الأمر، ولكن لا تكون الآخرة بعد. وقال يسوع: ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتقع زلازل شديدة، وتحدث أوبئة ومجاعات في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة، وتظهر علامات هائلة في السماء. وقبل هذا كله يعتقلكم الناس ويضطهدونكم ويسلمونكم إلى المجامع والسجون، ويسوقونكم إلى الملوك والحكام من أجل اسمي، ويكون هذا فرصة لكم تشهدون فيها للبشارة. ولا تهتموا كيف تدافعون عن أنفسكم، لأني سأعطيكم من الكلام والحكمة ما يعجز جميع خصومكم عن رده أو نقضه. وسيسلمكم والدوكم وإخوتكم وأقرباؤكم وأصدقاؤكم أنفسهم إلى الحكام ويقتلون منكم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي. ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تقع، وبثباتكم تخلصون. فإذا رأيتم أورشليم تحاصرها الجيوش فاعلموا أن خرابها قريب. فمن كان في اليهودية فليهرب إلى الجبال، ومن كان في المدينة فليخرج منها، ومن كان في الحقول فلا يدخل إلى المدينة، لأن هذه أيام نقمة يتم فيها كل ما جاء في الكتب المقدسة. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، فستنزل النكبة على هذا البلد وغضب الله على هذا الشعب، فيسقطون بحد السيف ويؤخذون أسرى في جميع الأمم، ويدوس الوثنيون أورشليم إلى أن يتم زمانهم. وستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم، ويصيب الأمم في الأرض قلق شديد ورعب من ضجيج البحر واضطراب الأمواج، ويسقط الناس من الخوف ومن انتظار ما سيحل بالعالم، لأن قوات السماء تتزعزع. وفي ذلك الحين يرى الناس ابن الإنسان آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. وإذا بدأت تتم هذه الحوادث، قفوا وارفعوا رؤوسكم، لأن خلاصكم قريب. وقال هذا المثل: انظروا إلى شجرة التين وسائر الأشجار، فإذا أورقت عرفتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذه الأحداث وقعت فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. انتبهوا لئلا تنشغل قلوبكم بالخمرة والسكر وهموم الدنيا فيباغتكم ذلك اليوم، لأنه كالفخ يطبق على سكان الأرض كلهم. فاسهروا وصلوا في كل حين حتى تقدروا أن تنجوا من كل ما سيحدث وتقفوا أمام ابن الإنسان. وكان يسوع في النهار يعلم في الهيكل، وعند المساء يخرج ليبيت في جبل الزيتون. وكان الشعب كله يبكر إليه في الهيكل ليسمع كلامه.